بين معاني حروفها تكمن بداية النهاية. المخدرات آفة تنسج شباكها السرطانية على عقول الشباب لتقتل طاقتهم ومقدراتهم. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، شهدت خشبة مسرح نبيل يونس عملا مسرحيا حمل عنوان ليبقى الأمل، ضم جهود عدد من المواهب الشابة. هناك تعاون كبير بيننا وبين اتحاد شبيبة الثورة في عدة مجالات، وخاصة في هذا المجال، لأن موضوع المخدرات هو موضوع يطال الشباب بالدرجة الأولى. ولو لاحظنا إحصائيات متعاطي المخدرات لوجدنا أن حوالي 80% من هؤلاء هم من فئة الشباب. وأنتم تعلمون أن فئة الشباب هي الفئة التي يعتمد عليها، وهي الفئة المعول عليها في بناء المستقبل. ولذلك نحن حريصين كل الحرص على أن يكون شبابنا في سوريا بعيدين عن هذه الآفة الفتاكة التي تهدم المجتمعات وتهدم الفرد أيضا وتؤدي إلى الجريمة. إحنا دورنا كمنظمة اتحاد شبيبة الثورة، منظمة شبابية، لدينا امتداد على مستوى ساحات القطر في فروع المنظمة وعلى مستوى الروابط. لدينا خطة عمل متكاملة، ليس فقط في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما على يعني مدار العام. هناك العديد من الندوات التوعوية اللي تم تنفيذها وأيضا سيتم متابعة تنفيذها. في عنا مراكز لمعالجة الإدمان، عنا مركزين، واحد بدمشق وواحد بحلب. وهلأ الخطوات الجاية نحن عم نسعى لحتى كمان بمشاركة كل الهيئات الثانية والجهات الرسمية والأهلية، إنه نعمل مراكز لمعالجة ما بعد الإدمان. رغم بساطة الإمكانيات وغياب الكهرباء ضمن العرض، إلا أن شغف الشباب بتحقيق هدفهم التوعوي كان الأسمى على الخشبة التي احتضنت خطوتهم الأولى في طريق الألف ميل نحو طاقات شابة سليمة. يا